يقول حفظكم الله: هل الزنا والقتل يدخل فيه الإكراه؟ لا، الإكراه ما يدخل في قتل الغير، يعني تفدي الغير، تفدي نفسك بقتل الغير، ما يجوز، ما تفدي نفسك بقتل غيرك. والزنا أيضا ما يدخل في الإكراه، لأنه مع انتشار شهوة، إذا انتشرت شهوتها الدليل على رغبته في الزنا. نعم، يقول عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم.